السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، جات لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو ان شاء الله ديال تحضيرات للشهر الفضيل. الله يدخل عليكم بالصحة والهنا وراحة البال. جيت نقدم لكم طريقتي كيفاش كنحضر الفلفل الاحمر الحلو في البيت، اي تحميره كما كنسميوها حنايا، بواحد الطريقه سهله وبسيطه وسريعه كذلك، في نهار واحد وفي جوج سوايع كاع توجدوها، تعطيوها الخاطر. ما كاينه لا 15 يوم لا سيمانه لا 20 يوم. غادي نقص عليكم ان شاء الله كاع دوك المراحل باش تسهل عليكم انكم يجيكم الحماس تصايبوها وتتفاداو هذيك التحميره ديال الزنقه اللي كنشريو، لانها غير صحيه بالمره. كنشريو كاع التوابل وكنطحنهم على يدينا الا هذه التحميره هذه، وخاص خاص الاخوات اللي ما كيعرفوش ليها والمبتدئات يبقاو يديروها في ديورهم باش يعرفوا اشنو كلاو، لان هذيك التحميره راه كيضاف ليها مواد كيماويه وكيضاف ليها بزاف ديال الاضافات والتاثيرات اللي كتعرض ليهم. كناخذوا حاجه اللي غير صحيه. كنتمنى هذه الحصه انها تنال الاعجاب ديالكم، واللي كيهمو الامر يتابع الفيديو حتى الاخر. فرجه ممتعه. دابا غادي ندوز معكم المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الفلفله هادي، وهي غنحتاجو بالضبط غير الفلفله، ما كاينينش هي فيها مقادير. غادي نحتاجو غير الفلفله الحمراء. غتختاروا الفلفل الاحمر اللي نتوما باغيين، خير خصو يكون حمر البنات. الا اختار لقيتو هاد النوع من الاحسن، انا لقيت في السوق هاد النوع اقتنيته، ولكن كيكون عندي هاد النوع ديما كنشريه، علاش حطيتو لكم حتى هو راه كندير به مره مره التحميره. الا ما لقيتش هذا حيت دائما تيكون هذا اللي صعيب قليل فين كنلقاوه. المهم لقيتو هذا خدوه من الاحسن، ما لقيتوش ديرو حتى هادي. انا غندير لكم هاد جوج نوعات، وغتاخدو الفلفله ديالكم الكميه اللي نتوما باغيين، باش تعرفوا البنات قد ما درنا الكميه كثيره ديال الفلفله كنحصلوا غير على كميه قليله ديال التحميره. يعني غادي نقارنوا الثمن، غادي نلقاو انه ثمن رخيص بزاف باش كنشريو ديك التحميره، يعني راه ماشي تحميره هذيك. دابا غادي ندوز معكم، غادي تاخدو الفلفله الحمراء الكميه اللي نتوما باغيين، وغادي تغسلوها مزيان. غادي نغسلها ندير غسلها مزيان ومنشفها كذلك. غديروها، انا خليتها لكم هنا في الشبكه غير باش يوضح لكم. غادي تسخطر مزيان وغادي تنشفوها بواحد كابي كويزين اولا شي فوطه نقيه، ولا تنشفوها مزيان. وغادي نبداو دابا ان شاء الله في العمليه. اول حاجه غادي تحتاج لكم غير شي ساعه في الشمس، غير ساعه. الا عندكم الشمس، ما عندكمش غنقول لكم الطريقه كيفاش ديروا. المهم غير ساعه في الشمس، ومن بعد ان شاء الله غنديروها في الفرن. دابا غادي نبداو نقيو هذه الفلفله هذه. نبداو دابا البنات في العمليه. كما شفتوا معايا رانا بديت في وحده، كتقسموها على جوج وكتحيدوا ليها الزريعه ديالها، وكتحيدوا ليها هاد الشابو هذا اللي كاين الفوق هنايا بحال ما هكا. لاحظوا معايا، غادي نحيد ليها الراس ديالها بواحد السهوله، وغادي نقسمها على جوج، وغادي نحيد ليها نسوس هذيك الزريعه اللي كتكون فيها بحال ما هكا، وغادي نحيد ليها هادشي اللي كيكون هنايا الوسط بحال هاد الخطوط البيضاء اللي كتكون هنايا الوسط. علاش قلت لكم البنات الفلفله ديالكم تكون اللون ديالها احمر غامق، غير باش التحميره ديالكم تخرج لكم حمراء كذلك واللون ديالها يكون جيد. وغادي نحتاجو فقط في الاخير واحد شويه ديال زيت الزيتون اللي غادي نحتاجو. غادي ندير انا الفلفله ديالي كلها بنفس الطريقه، وغندير كذلك الهادي. غنقول لكم كيفاش غادي لها حتى الكبيره، غادي نقسمها على جوج بحال هكا، وغادي نحيد ليها حتى هي هاد الشابو اللي تيكون الفوق، ونحيد ليها حتى هي داكشي تيكون بيض لداخل بهذه الطريقه هذه. سهله وبسيطه كذلك، وتتعرفوا اشنو كليتو في داركم وتديروا التحميره ديالكم، وكتحسوا كذلك بواحد الحاجه زوينه انكم درتوا شي حاجه. يعني الانسان فاش كيصنع شي حاجه تيدير شي حاجه بيدو كتحس بواحد الفرحه، ماشي بحال الا شراها جاهزه. وما تنصحكمش البنات ما تبقاوش تشريوها، انها ماشي صحيه نهائيا. بحال ما هكا دابا غنمشينا على هذه الطريقه هذه حتى غنسالي الفلفله ديالتي كامله، وغادي نقطعوها اشريطه رقاق. نقول لكم دابا كيفاش غادي نقطعها رقيقه. غادي نديروا الفلفله ديالنا البنات كلها بهذه الطريقه هذه. غادي نشدوا هاد الفلفله وغادي نقطعوها اشريطه رقاق. علاش اشريطه رقاق؟ باش دغيا تيبس معانا وما تاخذش لينا وقت طويل. واصلا حنايا ان شاء الله غادي نديروا لها واحد العمليه سريعه، ما غاديش تاخذ منا قلت لكم نهار واحد. بغيتو ديروها في الشمس نص نهار الا عندكم الوقت، فقتو بكري وديروا هذاك نص نهار كاع تجلس فيه في الشمس مره مره تحركوها، وفي العشيه ديروها في الفرن ديالكم كنتو مسالين. ما كنتوش مسالين حتى الغد ليه، اولا الا طيتو الخبز دخلوه هذاك النهار غير تسهضوا الغد ليه، غادي تحضيوها وتجلسوا حداها في الفران حتى ان شاء الله تبقاو تحركوها حتى تقرمش حتى تكرم. وها هي الفلفله جاهزه معكم. انا غنستمر على هذه الطريقه هذه حتى نرجع الفلفله ديالي كلها على شكل اشريطه، وغنتلاقى معكم ان شاء الله. حتى هذه ندير لها نفس الشيء، حتى هي واخا غليظه ما تخافوش منها، حتى هي راه كتليق للتحميره. انا غنرجع الفلفله ديالي كلها اشريطه ونتلاقى. ودابا بعد ما قطعت هذه الفلفله ديالي ورجعتها كلها على شكل اشريطه كما كتشوفوا، غادي تجيبوا واحد البلاطو غتفرشوا فيه واحد الفوطه او سربيسه او شي حاجه، وغادي تسرحوا هذه الفلفله ديالكم
وهذه باش انها تنقصوا ليها شويه، تنشفوها ولو غير 21 او 30% مهم، ديال تحيدوا ليها ديال الماء ديالها، تنقصوا ليها، نجيبوا واحد بابي كويزين باش غننا ننشفوها شويه، وغادي نقول لكم واش غنديروا ليها من بعد. ودابا غادي نجيبوا واحد بابي كويزين هكا ولا شي فوطه اخرى تاعت المطبخ، وغادي تنشفوها، تحاولوا تنقصوا ليها واخا غير 21% او لا 10% ديال الماء ديالها، باش انها دغيا ان شاء الله تنشف معاكم. عندكم جوج حلول البنات، الا عندكم الخاطر وعندكم الشمس حاره داك النهار اللي بغيتو ديروها فيه ماشي مشكل، تنشروها في الشمس وتبقاو مره مره تحركوها غير داك النهار فقط، ما تطولوش، ما خصهاش تجلس اسبوع ولا 10 ايام في الشمس. علاش؟ لانها تقدر تجمع لكم الغبره، تقدر يجيو حشرات، تقدر يجي الناموس، تقدر تعفن لكم شي وحده. المهم ما كنصحكمش انكم تطولوها كل نهار ديروها في الشمس، احسن واسهل طريقه هي تجفوها في الفرن. دابا ان شاء الله الا ما عندكمش كاع الشمس غادي غير تنشفوها بحال هكا، وغادي نفرشوا الورق في اللاطه ديال الفرن. غندير معكم انا الطريقه ديال الفرن مباشره بدون شمس كاع نهائيا، انا البنات ما غنديهاش دابا كاع الشمس غير باش نوريكم الطريقه شحال سهله. باغا نجيبوا الورق ديال المطبخ ونفرشوه في اللاطه ديال الفرن، ودابا غنزيد نشفها البنات واحد شويه حيت غنديروا العمليه مباشره في الفرن بدون شمس، لان كاين اللي ما عندوش الشمس، كاين اللي ما عندهاش سطاح ولا كاريه دار ما فيهاش سطاح ولا المهم ما عندهاش فين تنشرها. غادي تجيها سهله هاد الطريقه هذه، وغادي تاخذوا هاد السربيزه فاش نتوما دايرينها غتزيدوا باش تشرب لي هذاك الماء كاع اللي كاين فيها، وغادي نسرحوها ان شاء الله مباشره في اللاطه ديال الفرن. انا فرشت فيها الورق ديال الطهي، ولكن البنات النار خصها تكون مهيله وتكونوا حاضينها، ديو الكرسي وتجلسوا حداها، ماشي تقولوا لحقاش ما خصهاش هي تحرق نهائيا، خصها غير تقرمش لينا. نتوما تخليوها في الفرن تبقاو تحركوا، تخليوها تبقاو تحركوا نتوما حداها حتى ان شاء الله تنشف معكم. دابا انا غنشفها مزيان وغنسرحها في هاد اللاطه ديال الفرن. ودابا البنات بعد ما سرحتها في هاد اللاطه ديالي ديال الفرن كما كتشوفوا دابا، غتسرحوها مزيان وغادي نديوها دابا للفرن، وغادي نقصوا عليها النار وغادي نحضيها البنات. غادي تعطيوها الوقت ديالها، تقدر تستغرق معكم ساعه، تقدر ساعه ونص على حساب الفران ديالكم، المهم ماشي مشكل. داكشي اللي استغرقات ديال الوقت كتعرفوا انكم حضرتوا واحد الحاجه صحيه في الدار باش تفاداو هداكشي ديال الزنقه اللي ما صحيش. دابا غادي نديها ان شاء الله الفرن بعد ما نشفتها مزيان. ها نتوما كما كتشوفوا البنات راه ما بقاش يبان فيها الماء نهائيا، وغادي نحضيها وغنبقى نحرك، خصها تبقى حمراء ولكن تيبس معنا، وغادي تبقى تقسم، غادي تبقى تهرس معنا، ونعرفوا هذيك الساعه انها راها جاهزه ما خصهاش تحرق. وكما شفتوا دابا هذه الكميه باقي غادي تطيب وغادي تقلال، لان الفلفله غادي تقلص. دابا غنديها للفرن ان شاء الله، فاش غادي توجد غادي تشوفوها معايا باش ندوزو نطحنوها. وها هي الفلفله ديالنا البنات بعد ما خرجتها من الفران، كما قلت لكم بلا شمش بلا حتى شي حاجه، بلا مراحل، كاع دوك المراحل كنتفاداهم باش ان شاء الله تشجعوا ديروها، غير ديروها في الفران ديالكم. انا درتها البنات في الفران، ونقصوا عليه مزيان وديروها من التحت، وكل 3 دقائق كل 4 دقائق طلعوا عليها، ولكن الفران يكون منقص مزيان، مي الا ما كانش منقص تكسو حداها. ها نتوما كما كتشوفوا كتبقاو تحركوها حتى تتحصلوا على هذا. دابا راه ولات بحال كتبان لكم تقلصات، شوفوا شحال بقى منها، غير هادشي اللي هذه هي الفلفله. دابا فاش كتقطعوها كتبان لكم كميه كثيره، ولكن فاش كتدير بحال هكا فاش كنكرموها كتولي تتقلص، كتولي قليله. لاحظوا معايا خاص الفلفله ديالكم تولي تهرس معكم بهذه الطريقه هذه، وراه قد ما بردات قد ما غتزيد تهرس. دابا فاش حيتها من الفران خليها شويه تبرد، وغادي نطحنها ان شاء الله ونتلاقى معكم باش تشوفوا التحميره ديالنا كي غادي تولي الفلفل الحلو ديالنا الرائع المنزلي، صنع منزلي، صنع ديال يدينا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. دابا غنطحنها ونتلاقى معكم. وبغيت دابا غير نوريها لكم قبل ما نطحنها ما حكاها بردات. لاحظوا معايا كلها هكا تجي تتقرمش، دابا راها دابا لايقه باش اننا نطحنوها. ها نتوما سمعوا البنات قد ما بردات، غير خليوها تبرد معكم فواحد شويه فاش تخرجوها من الفران عاد باش تطحنوها، باش تجيكم نتيجه رائعه، تولي تهرس بحال ما هكا عاد باش تطحنوها. ها نتوما خصكم البنات، بغيت نقول لكم غير اللون خصو ما يكحلش هكا، خص اللون يبقى ديال التحميره ديالكم باش تحصلوا كذلك على تحميره صحيه، وما الا حركتوها راه غتولي تعطيكم مروريه. دابا صافي هادشي اللي بغيت نوريكم، دابا غنمشي نطحنها ونتلاقى معكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالها. وتتبقى هذه هي النتيجه النهائيه ديال التحميره ديالنا بعد ما غربلتها دابا وطحنتها وقدمتها لكم بهذا الشكل هذا. بقى طريقه اخرى اللي غنديروا ليها، وهي غنضيفوا ليها باش نعطيو هذيك الترميله ديال كيما ديك اللي كنشريو من الزنقه، غادي نضيف ليها شويه ديال زيت الزيتون وغادي تعطينا نفس نحسوا بها بحال هذيك اللي كنشريو. دابا غادي نديرها في هذه السلافه هذه
وغادي نضيف ليها شويه ديال زيت الزيتون، غير شويه البنات ماشي بزاف. هاد الكميه هادي راه باقا عندي كميه قد هادي باقا ما غربلتهاش، داكشي كاع اللي درت معاكم عطاني هاد الكميه مضروبه في جوج. غنضيف غير قطرات من زيت الزيتون غير شويه، وغادي نخلط، وغادي تعطيني نفس الترميله بحال ديك اللي كنشريو، وتيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال التحميره ديالنا. غير ما ساليتها وقدمتها معكم، باقي عندي نص الاخر ما غربلتوش. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. رانا ضفت ليها واحد شويه ديال الزيت وعطاتنا كما شفتوا معايا، وعطاتنا هاد الترميله وهاد اللون الرائع، وعطاتنا هاد الكميه هادي بركه. يعني كما شفتوا معايا داكشي الفلفله اللي درنا كميه كثيره، ولكن كتخرج في الاخير هي كميه قليله مقارنه مع ديك اللي كنشريو يعني بثمن رخيص. يعني راه هذيك الفلفله راه ماشي فلفله صحيه، راه ضايف لها اضافات بزاف. كنتمنى ديروا الفلفله في داركم وديروها بهذه الطريقه وتنال الاعجاب ديالكم. هاد الفلفله الحمراء التحميره هذه، والى عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم بالتعاليق ديالكم المحفزه والاكثر من رائعه. وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده، والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه. شكرا على المشاهده.